أظن هذه مش أول مرة. أنا كنظن بأنه إحنا في المغرب بلد تناقضات الكبرى، يعني مفروض من الحكومة أنها تجلس مع النقابات وتستجيب للمطالب العاجلة والمشروعة ديال هذه النقابات عوض أن تلعب دورين، يعني هي حكومة هي في المعارضة تنزل. هذا الشيء ما يمكن يكون إلا في بلاد بحال المغرب، لأن عندنا مشهد سياسي بائس جدا لا يشبه أي مشهد. عندنا ديمقراطية ديال الواجهة، وعندنا أنه المؤسسات المهمة ديال الوساطة من نقابات وأحزاب كتضرب باش ما تلقى عندها حتى شي قيمة. وهذا الشيء كيبين بأنه البلاد ديالنا محتاجة إلى إصلاحات عميقة. احنا بركه متصور لان هاد الناس بحال اللي يغسلوا يديهم على هاد الشعب تيضحكوا عليه، كيبرمون اتفاقات فيما بينهم يعني معده سلفا باش يفرقوا الفتات على الطبقه العامله ويخليوها في التهميش ديالها، ومن بعد كيهبطوا كيحتجوا في الساحه. انا كنقول المغرب اليوم بحاجه الى اصلاحات عميقه دستوريه وسياسيه باش الحكومه اللي غادي تطلع تكون بالفعل كتحكم، وباش يمكن لنا نحاسبها الحساب العسير على ما تقوله وعلى ما تفعله وعلى ما توقعه من اتفاقيات سواء دولية أو وطنية، باش يمكن لنا يعني نحافظوا على المكتسبات، لأن هذه الحكومة غادي كتضر في المكتسبات وكتنزل الشارع تحتج. يعني المغاربة راه خصهم يفيقوا، كلها شعوب العالم تنتفض اليوم، كاينه حراكات، كاين حركات اجتماعية شعبية اللي كتبين بأن هناك وعي متنامي وأن هذا الطمز اللي كان غادي فيه الحكومة هذه السنين راه غادي ينتهي يعني نهائيا، لأنه الناس فاهمة. كيقول هذا واش رئيس الحكومة كيضحك علينا؟ واش حنايا يضمن تقاعد رئيس الحكومة السابق خدا 7 مليون وحنا يعطونا 100 درهم كل عام؟ يعني واش هادشي حق ولا بطل؟ الناس كتشتغل مازال عندنا ب 800 درهم، 1200 درهم، اش غادي يديروا بها في مدينة كبيرة بحال الدار البيضاء أو حتى في القرية؟ كيفاش غادي يمكن؟ فينا هي هذه الجهوية الحقيقية اللي غادي تعطي فرص ديال النهوض للمغرب كامل؟ فينا هو الدعم المادي اللي خصو يكون متوازن ومتضامن ومتكامن بين الجهات ديال الوطن باش نهض جرادة؟ تائن الريف يعاني، الجنوب ديال المغرب يائن، يعني عندنا مشاكل كبيرة ديال الماء، ديال الوصول إلى العيش في أحد يعني في الحد الأدنى ديال اللي غادي يوصل الكرامة، ما كاينش هذا الشيء. ويهبط لي هذا البارح كاس كيتبورد فسميتو كيوقع اتفاقيات بائسة جدا بعدما عطل الحوار الاجتماعي لسنوات، ومن بعد ما يهبط كيحتج على من يحتج. يعني هذا المغاربة خصهم يفهموا مزيان هذا الشيء اللي كيوقع، لان ملي كتكون يعني اذا كان نكته كبيره بزاف كلشي كينتبه لها وكيفهم بانه هذه لعبه مغشوشه وهذا ضرب ديال المكتسبات، وان المغرب ديال غدا راه مازال ممكن الى فقنا شي شويه، واننا نناهض كل هاد يعني التوجهات التخريبيه، هاد التوجهات التي تزيد في ضرب المكتسبات بالنسبه للعموم المواطنات والمواطنين، وهاد السياسات اللي هي منبوده واللي هي يعني فيها غير الانصياع لتوجيهات المؤسسات الماليه. احنا خصنا شي حاجه اخرى جديده، وعندنا مغاربه مكونين، عندنا مغاربه عندهم اخلاق عاليه، عندنا مغاربه متبصرين وقادرين باش يوصلوا يعني يرسموا لنا هذاك التوجه اللي بغينا، المغرب ديال من دابا 10 سنين، ديال من دابا 50 سنه اللي يكون مغرب متقدم. واش الناس اللي كتجي تضرب لي المدرسه وتسعى الى خصوصاتها هادو يمكن ان ترجع من ورائهم خير؟ وكلهم العلماء ديال العالم كيقولوا بان الدول الناميه ما يمكنها تقدم الا بمدرسه عموميه اللي كتحقق المساواه واللي كتحقق التحرر ديال الانسان، المدرسه ديال الشعب والجامعه ديال الشعب. هاد الناس جالسين كيضربوا فيها اليوم وتيضربوا في الصحه ديال الشعب، ماذا يمكن ان ترجع من هاد الناس هادو؟ يعني ناس منصاعين وعجبهم الريع السياسي، ولهذا نحن فيما نحن عليه، لان الدوله العتيقه فاهمه بان بالريع يمكن لها تكسب وتستقطب النخاب وتجعلها خاضعه خانعه. اما احنا بغينا السيادة الشعبية، بغينا حكومة بالفعل كتحكم، بغينا حكومة تغامر فيما هو إيجابي من أجل الحفاظ على المكتسبات. وهذا الشيء احنا باقين بعاد منه، مازال اللعبة المغشوشة، وهذا باغي يدخل وهذا كيصيفط إشارات باش عاود صحابو القدامي يتصاحبوا معاه، هذا الشيء كله لا. ولهذا احنا هي كحزب اشتراكي موحد ولا كفيدرالي ديال اليسار الديمقراطي نسعى إلى تجميع كل القوى الفاعلة، المثقفون، المناضلون، الشباب، النساء، يعني باش يمكن لنا نديروا قوة ضاغطة باش حنا نصنعوا القوى المضادة في بلادنا ونفرضوا ما يريده شعبنا، لأننا نحن عندنا الودين كنسمعوا المطالب المشروعة التي ترتفع من هنا ومن هناك. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو معنا في لاشين يوتيوب وبارتاجيو المحتوى في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنساوش ديروا جيم.